كلنا نعلم حسب قوانين السير العالمية يمنع منعاً كلياً تجاوز فوق الخط المتصل، إلى أن أغلب حوادث السير الخطيرة والمميتة تقع فوق هذا الخط بسبب تجاوز الخاطئ وتهور بعض السائقين لأنه خط ميت. بفضل هذا الاختراع سيصبح هذا الأخير خطاً حياً ومتفاعلاً بوجود مجسات كهربائية مرتبطة بكاميرات المراقبة، وهذه المجسات تعمل بواسطة نوابض سلكية. لما السائق بده يكون غفي أو شيء إنفو يطلع فوق من المجسات، السيارة راح تعمل هيك هزات ليفوق، وهذه المجسات تعطي إشارة إلى كاميرات المراقبة لتسجيل فيديو المخالفة. هذه المجسات تعمل بواسطة نوابض سلكية وموصلات كهربائية، وهذه منبهات عاكسة للضوء مما يمكن من استخراج أفضل صورة موضحة لأرقام السيارة المخالفة وإرسالها إلى السلطات المعنية لفائدة استخراج دعائر المخالفة وإرسالها لمالكها، وهذه الدعائر تعتبر أيضاً مداخيل ضريبية لفائدة خزينة الدولة. أنا هنا في برنامج نجوم العلوم لتطوير الاختراع وزرع ورود الأمان والسلام والحياة على الطرقات المزدوجة للحد من حوادث السير الخطيرة والمميتة. السنسور رح يشتغل متى ما دعست عليه عجلات السيارة. تمام، عملية التجاوز على الخط الناصف تمت، يعني تمت بدليل انه السنسور اشتغل. يعني انا عمليا يعني ما منعت عملية التجاوز. ما رح امنع عملية التجاوز، رح تروح على بيتكم وبعدين بيجي الشرطي بيديك المخالفة.